بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الأول ثانوي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معا يتجدد اللقاء والحصة الخامسة من منهج التاريخ. معكم معلم خبير فايدة فيالة، إدارة دمياط التعليمية في مدرسة عمر رضا الخطاب. في الحصة السابقة تكلمنا عن الدرس الأول من الوحدة الثانية اللي كان بعنوان ملامح من تاريخ مصر الفرعونية. اتكلمنا في الدرس ده بخلاصة علشان في أسئلة احنا كنا سايبينها المرة اللي فاتت عشان نحلها مع بعض في بداية الحصة. هفكركم بأهم العناوين بتاعة الدرس اللي فات. اتكلمنا في الدرس اللي فات إن مانيتو قسم تاريخ مصر الفرعوني ل30 أسرة، والمؤرخين قسموا ال30 أسرة لثلاث دول قوية يتخللهم ثلاث عصور بعض. وكنا اتكلمنا على عصر التأسيس والبناء اللي بدأ الأسرة واحد واثنين بعد وحدة مينا، وقلنا إن ده كان عصر تأسيس الحضارة أو بداية بناء الحضارة، ومن 3 ل6 عصر الدولة القديمة وعرفت باسم عصر بناية الأهرام أو فترة شباب مصر. وبعد كده دخلت البلد من 7 إلى 10 في عصر ضعف أول، وبعدين من 11 و12 ظهر منتوح قطبي تاني ووحد البلد مرة تانية، وبدأت الدولة الوسطى اللي سميها بعصر الرخاء الاقتصادي نتيجة المشروعات اللي عملوها من زراعة وصناعة وتجارة. بعد كده رجعت البلد دخلت في عصر ضعف تاني او بنسميه عصر الانتقال تاني، وده كان من الاسره 13 ل 17، ومصر ابتليت بخطر اللي هو الهكسوس اللي استولى على مصر اكتر من 160 سنه. وكنا عرفنا الدرس المستفاد من غزو الهكسوس لمصر ان لازم وحده البلد والصف الداخلي يكون قوي علشان نمنع اي طمع لاعداء ان هم يدخلوا بلادنا. بعد كده اللي حرر مصر من هذا الخطر هو أحمس، لما بدأ يبني قوة عسكرية وينظم الجيش ويدخل فيه أسلحة حديثة وطرد اللصوص من مصر وبدأ بيه الدولة الحديثة، وأكدنا على أهمية القوة العسكرية وأهمية امتلاكها أحدث الأسلحة. بعد كده خدنا أهم حاجة بتميز الدولة الحديثة وهو التوسع الخارجي أو بنسميه عصر المجد الحربي، حيث اهتم ملوك الدولة الحديثة بالتوسع وتأمين الأمن القومي المصري. بعد كده دخلت مصر في عصر المتأخر أو بنسميه آخر عصر من عصور الضعف اللي كان في حكم الفراعنة، وده أخذ من الأسرة 21 لأسرة 30، وكان دون في أسرة 26 اسمها عصر النهضة. دي كانت البلد شمت نفسها شوية لما جه السيماتيك عمل زي أحمس وأخد الباب مرة تانية وعمل جيش قوي وطرد المعتدين من مصر، وجاء بعده نخاوس الثاني اللي هنشوفه النهارده في الحياه الاقتصاديه ان شاء الله. ده كان الملخص بتاع ايه؟ كان الملخص بتاع الدرس بتاعنا المره اللي فاتت. احنا كان في فورم كنا سايبينه بيتكلم على الدرس ده وقلنا هنحله مع بعض. نشوفه مع بعض كده، يا رب نكونوا حليتوه. نشوف الاسئله بتاعته. نحلها بسرعه. الهدف الأساسي من نقل أمن الحادث الأول العاصمة من طيبة لآسي تاوة سياسي واجتماعي، سياسي واقتصادي، اجتماعي وديني، اجتماعي واقتصادي. طب احنا نشوف مع بعض أمن الحادث لما سألناه وقلنا له نقل العاصمة ليه؟ كان رد فعله إيه؟ قال لهم يا جماعة علشان آسي تاوة دي أقدر إن أنا أمتلك الإيه؟ أو أقدر أشرف على الوجه البحري والوجه الإبني. يبقى هنا هدف سياسي إن هو يقدر يتحكم في البلد كلها. وقال علشان المنطقه دي خصبه اقدر ازرع فيها واتوسع زراعيا. يبقى اذا الهدف بتاعه ايه؟ سياسي واقتصادي. ماشي، نروح للسؤال الثاني. السبب الرئيسي لسقوط مصر في يد الهكسوس يا ترى كان ضعف البلد وتمزقها داخليا، تنازع حكام الاقاليم، اضطراب الامن، انتشار الفتن. طبعا واحنا مغمضين هنختار النتيجه اللي هي بنسميها الاعم الشامله اللي بيندرج تحت منها بقيه الحاجات الثانيه. يعني ايه؟ يعني هنقول ضعف البلد وتمزقها داخليا، لان البلد لما ضعفت وتمزقت داخليا ده خلت حكام الاقاليم يتنازعوا عن الحكم ويشجعوا على كده ونفوذهم يبقى اقوى، واصبح في اضطراب في الامن عشان ما عادش في قانون، وانتشرت الفتن. يبقى كل ده كان نتيجه منين؟ نتيجه من ضعف البلد وتمزقها داخليا. اتجه فكر ملوك الدوله الحديثه للتوسع الخارجي من اجل، يا ترى ملوك الدوله الحديثه كانوا عايزين يتوسعوا لما امتدت حدود مصر لبلاد الشام وبلاد العراق. كان الهدف من وراء كده تحتمس ورمسيس كانوا عايزين يوسعوا ساحه مصر، ولا علشان يستعمروا البلاد دي ويحتلوها، ولا عشان يستغلوا مواردها، ولا يحافظوا على امن مصر القومي؟ طبعا وانت مغمض
اخترت الحفاظ على أمن مصر القومي، لأن هذه الحدود تعتبر امتداد طبيعي أو بنسميه مجال حيوي للحدود المصرية. أضاع إخناتون ممتلكات مصر الخارجية بعد إهمال وشؤون الحكم والسياسة وأنقذها. خلي بالكم شباب، في اتنين أنقذوا مصر نتيجة إخناتون ده، العهد بتاعه أو الفترة اللي حكم فيها مصر، في اتنين أنقذوا مصر بعد إخناتون اللي عمله، إن هو اهتم بالناحية الدينية وعمل شؤون الحكم والسياسة. في واحد أنقذ مصر داخليا، بحور محب، ومش موجود هنا طبعا لأن هو بيقول لك هنا إيه؟ أضاع إخناتون ممتلكات مصر الخارجية، يبقى هو عايز مين؟ عايز الملك اللي قدر يحافظ على ممتلكات مصر الخارجية، مش الأمن الداخلي بتاع مصر. الأمن الداخلي بتاع مصر على طول بحور محب، الأمن الخارجي لمصر أو ممتلكات مصر يبقى على طول هو مين؟ رمسيس الثاني. تشابه كل منهما في الحفاظ على ممتلكات مصر الخارجية. يعني هنا في السؤال مفتاح إجابتنا ممتلكات مصر الخارجية، مش الأمن الداخلي بتاع مصر، اللي هو مين بقى؟ مين اللي حافظ على ممتلكات مصر الخارجية؟ مين من ملوك عصر الدولة الحديثة اللي كان له فضل في التوسع الخارجي؟ طبعا عندنا مين؟ عندنا أشهر ملكين هو تحتمس الثالث ورمسيس الثاني، معركة مجدو اللي حافظ فيها على ممتلكات مصر من بلاد سوريا، ورمسيس الثاني موقعة قادش في بلاد العراق. إنما منتوحتب الثاني وتحتمس ما ينفعش ناخده، لأن منتوحتب كنا شفناه في إعادة توحيد البلد داخليا، يعني العاصمة داخليا. منتوحتب الثاني ومينا برضه داخليا. رمسيس الثاني ماشي بس حتشبسوت دي كانت امرأة اهتمت بالتجارة وشؤون الداخلية فقط. قامت الحضارة المصرية القديمة على أتاف أصحابها وكل أبنائها، تدل هذه العبارة طبعا من أول السؤال ده هندخل في إيه؟ هندخل في خصائص الحضارة المصرية القديمة. خصائص الحضارة المصرية القديمة برغم أن قامت على أكتاف أصحابها أو عقول أبنائها، يبقى حاجة بتميزهم هم، بتميز المصريين، يعني ما نقلوش من حد، ما غشوش من حد. يبقى الحضارة هي بتميز بإيه؟ بإنها حضارة أصيلة، مش حضارة حاجة تانية. طيب لما قلت أصيلة حضارات الشرق والغرب بنسب متفاوتة بالحضارة المصرية القديمة، مادام قال تأثرت وأثرت هو بنسب متفاوتة، يبقى في إيه؟ التأثر والتأثير بيجي نتيجة إيه؟ بيجي نتيجة التواصل، يبقى على طول أختار التواصل الحضاري. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت والثواب والعقاب، العبارة دي بتدل على إن الحضارة المصرية بتتميز بإيه؟ مادام جت من ناحية دينية يبقى عندهم إيه؟ التدين. تميز بالتدين. ده كانت اهم الاسئله اللي احنا كنا سيبنا المره اللي فاتت علشان ايه نحلها في البيت، لان ما كانش في الوقت. تعالى ناخد بقى على موضوعنا النهارده اللي هو الدرس بتاعنا الجديد، اللي هو الدرس الثاني من الوحده الثانيه. طبعا الدرس الثاني بقى من اول الدرس الثاني اللي جاي هنتكلم بقى على الحياه الاقتصاديه، وبعدين الحياه السياسيه، الحياه الدينيه، ثقافية، يعني هنتكلم على كل حياة المصريين القدماء في كل نواحي. فأول درس النهاردة بيتكلم على الناحية الاقتصادية. عايزين كده نركز مع بعض يا شباب بعد إذنكم. الحياة الاقتصادية معناها مجالاتها زراعة صناعة تجارة. لو جيت أشوف أهمية الزراعة والصناعة والتجارة بالنسبة لمصر هلاقي إن هما بيقوم عليهم الحضارة. يعني حضارة مصر بفضل الزراعة والصناعة والتجارة. بس مين الفضل الأكبر؟ هي الزراعة، لأن مصر حضارتها حضارة زراعية، قامت على نهر إيه؟ على نهر النيل. طب إيه أهمية الزراعة بالنسبة لمصر؟ الزراعة بالنسبة لمصر تعتبر هي أساس رخاء البلد. إحنا بنعتمد في المقام الأول على المحاصيل الغذائية، حضارتنا قامت على الزراعة، وفي نفس الوقت الفلاح بيعتمد عليها كمصدر دخل له فردي له، والدولة بتعتمد عليها كمصدر دخل قومي. معايا؟ تعال نشوف مع بعض أهم مقومات الزراعة في مصر، كان هو مين؟ كان نهر النيل. أنا عمل لكم ملخص في كلمتين، نهر النيل خلى في استقرار، وبعد في استقرار أصبح في زراعة، والزراعة تتطلب إيه؟ تتطلب تجمعات بشرية، عشان يقدروا يعملوا ترع ويحفروا قنوات ويكون مصر جديد وكلام من ده. فعملوا قرى وبعدين مدن، وبعدين المدن اتجمعت بعض الأقاليم. فالمهم إن هو البلد بدأت تعمل وحدة أكبر فأكبر فأكبر لحد ما جاء مينا وعمل الوحدة الكبرى، وده كله بيديني إيه؟ بيديني في النهاية حضارة. الحضارة كل ما انتهى الإنسان زي ما احنا عارفين. طب ايه أهمية نهر النيل؟ تعال ناخده من ايه؟ من حتة تانية. يعني تعال ناخد أهمية نهر النيل من
من كلام تاني، من تعريفات تانية. يعني مثلا ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي اول حاجة مكتوب دعم القيم الانتماء والولاء الوطني، بيفهمك بيقول لك القيم بتاعت الانتماء والولاء الوطن جت نتيجة ان المصري كان مرتبط بالارض بتاعته، كان بيدافع عن ارضه، فاصبح في ايه؟ اصبح عنده انتماء وولاء لارضه، يعني انتماء وولاء لوطنه. لو احنا شلنا الهدف ده وجبنا ما وراء الهدف، يعني الكلام اللي ورا الهدف او اللي جوه الهدف، لو احنا عملناه بصيغه ثانيه عشان لو جالنا سؤال نبقى فاهمين، ممكن نحط ايه غير الولاء والانتماء؟ هنحطه هدف ايه؟ او قيمه ايه؟ سياسيه، اهميه سياسيه. نهر النيل كان له اهميه سياسيه بالنسبه للمصريين. يعني شوف يا شباب، انا غيرت هنا ان نهر النيل خلى المصري يرتبط بارضه، فاصبح في عنده ولاء. ان انا ممكن اقولها بمعنى تاني، ان نهر النيل حقق اهميه سياسيه بالنسبه للمصريين. وقول لك شويه اختيارات وتبقى انت عارف هو قصده. الاهميه الثانيه لما بيقول لي ساعد على قيام الحضاره المصريه، ساعد على قيام الحضاره المصريه وازدهرها. طبعا انت عارفين نهر النيل في استقرار، فالانسان بدا ان هو يزرع ويعمل ايه ويبدا يبني حضاره. يبقى اذا نهر النيل له اهميه ايه؟ اهميه حضاريه، او اهميه زي ما هنشوفها في الاخر خالص هنا الابتكار والعمل، ده اهميه ثقافيه. يبقى انا عندي له اهميه حضاريه قيام الحضاره، واهميه ثقافيه. يعني على سبيل المثال اديك مثال، لما احنا قلنا المره اللي فاتت ان نهر النيل عشان الميه بتاعته بتيجي مره واحده في السنه، فكان لابد ان هو يبقى حريص على ان هو يستناها، فكانت يا اما فيضان مرتفع يا اما فيضان منخفض، والاثنين بيسببوا ازمه له. فعشان كده بنى السدود، عشان يبني سدود وعمل مقاييس عشان يعرف متى النهر ايه عاليه منخفضه الى اخره، فيقدر ان هو يستخدمها في الزراعه. ده كله ادى الى ابتكار المقاييس وابتكار التقويم الشمسي. يبقى ده ايه؟ يبقى هنا ان في علوم اهو زي الهندسه والحساب والمسح الاراضي اللي هي مساحه الاراضي، ان هو يقيس مساحتها، كل ده ارتبط بايه؟ ارتبط بوجود نهر النيل. يبقى انا ناحيه ثقافيه وناحيه حضاريه، ماشي. يعني عندي جانب مادي وجانب ايه؟ وجانب معنوي معايا. يعني احنا دلوقتي بنربط ما بين تعريف الحضاره وبين اهميه نهر النيل، عشان الاسئله بتيجي بالمنظر ده. طيب اخر حاجه، ساعد على وحده الشعب المصري وتماسكه عبر العصور. تماسك الشعب المصري وعلى وحده الشعب المصري احنا شفناها لما كان بيهتم ببناء السدود وحفر الترعه وكده. يبقى اذا انا عندي هنا اهميه ايه؟ نفسي اسمعكم وانتوا بتقولوا اهميه ايه؟ احنا قلنا هنا اهميه سياسيه وحضاريه وتحت قلنا ثقافيه، يبقى دي اهميه ايه؟ ايوه اهميه اجتماعيه، يعني وحده وتناسق يبقى اهميه اجتماعيه. ده بالنسبه لاهميه نهر النيل. طب نشوف مع بعض انواع المحاصيل. انا عندي شوفوا كتير محاصيل متنوعه، من حبوب لالياف زي الكتان، اشجار مثمره اللي هي الفاكهه، خضروات، بقوليات، نباتات زيتيه، وفي عندي نباتات عطريه. كان برضو المصري الكريم مشهور جدا ان هو كان بيزرع النباتات العطريه وبيستخدمها في صناعه العطور والمواد الطبيه. فانا عندي دلوقتي ممكن استنتج من كده ايه؟ ممكن استنتج من كده ان انا عندي ناس متقدمين زراعيا، مظبوط، زرعوا انواع محاصيل كتيره، تنوع المحاصيل ده ادى لتنوع الصناعه. وممكن بدل ما عندي تنوع في المحاصيل يبقى على طول انا مغمض، هيديني ايه؟ هيديني اكتفاء ذاتي، مش هحتاج ان انا استورد حاجه من بلد ثانيه. وطبعا كلنا عارفين ان كلما كانت الصادرات الميزان التجاري الصادرات فيه اعلى من الواردات، يبقى هنا الدوله دي نحكم على ان اقتصادها قوي وان هي تقدر تستغني عن اي حد، صح؟ يبقى احنا هنا لابد ان نشجع من ايه؟ لابد ان نشجع من زياده الانتاج الزراعي. وطبعا ده بيفكرنا بعدم البناء على الاراضي الزراعيه، لان عدم البناء على الاراضي الزراعيه ده هيحافظ على ايه؟ هيحافظ على مساحه الارض، وان انا اتوسع كمان زراعيا ويبقى عندي محاصيل كثيره. طب تعال نشوف السؤالين دول كده على الماشي، صح ولا خطا؟ تعددت في مصر المحاصيل الزراعيه. طبعا المحاصيل الزراعيه تعددت ايه زي ما انتم شايفين، من حبوب لالياف لاشجار الى اخره. عرفت مصر المستحضرات العطريه. انا من شويه قلت لكم ان هم كانوا بيزرعوا الازهار او الزهور، وكانوا بيستخرجوا منها العطور وبيستخدموها في المستحضرات الايه؟ الطبيه. يبقى فعلا المصريين القدماء كانوا ناس متقدمين جدا، والدليل على كده بقى اللي انا شايفاه قدام دلوقتي. اللي انا شايفاه قدام ايه؟ ان دي ادوات زراعه، فاس وكلنا عارفينه، والمحراث طبعا شوفوا كان خشبتين اهو،
وبيجرها بتور مثلا، او كان ممكن يعني فاهمين يعني حاجه بسيطه جدا، فكان بيلعب جدا جدا لما يستخدم الادوات البسيطه دي، وده اسمه النينجا اللي هو بيقطع بيه الزرع. يعني يا اولاد انا عايزاكم تاخدوا بالكم حاجات بسيطه زي دي، وعندي محاصيل متنوعه زي دي، يبقى تستنتج على طول وانت مغمض ان الناس المصريين القدماء دول كانوا بيتميزوا بايه. كانوا بيتميزوا ان هم ناس بتوع شغل، ناس ما بيعقهمش ان في حاجه مش متوفره ليهم او ادوات حديثه مش متوفره ليهم، كانوا بيستخدموا اقل حاجه وابسط حاجه ويعملوا منها انجح حاجه واعظم حاجه. يبقى يا ريت احنا نستفيد منهم ان يبقى عندنا اراده ويبقى عندنا ضمير. خلاص يا ان شاء الله احنا كلنا اكيد عندنا ضمير وعندنا اراده، بس يعني نايمه شويه عايزين نصحيها. ندخل بقى في نقطه جديده خالص، ودي بتاكد على كلامي اللي انا قلته من شويه، الملكيه الزراعيه. الارض ما كانتش ملك الفلاح، كان الفلاح بيزرع كده، يعني الارض كلها ملك الدوله متمثله في الفروعات، والفلاح كان اداه انتاج، كان يزرع الارض وعليه يسلم الجزء الكبير من المحصول للدوله على شكل ضرائب، يعني كانها ضرائب، بياخد بس احتياجاته طول السنه، ياخد احتياجاته بتقضيه طول السنه، وبقيه كل الانتاج يروح للدوله. ومع ذلك كان بيزرع محاصيل متنوعه، وكان عنده اكتفاء ذاتي ما عدا طبعا وقت الازمات او مثلا قله الفيضان او في كارثه، فكان ده ما بقاش في اكتفاء ذاتي بس بيبقى نادر يعني. ده يعني ده كان عنده ادوات حديثه، ولا كانت الارض ملكه عشان نقول هو يشجع ويزرعها ويعمل اللي عليه بما يرضي الله. لا ده هو كان عنده ضمير وعنده وازع لوحده كده معايا، كانش محتاج حد يمشيه ويقول له اعمل ده وما تعملش ده. فبيقول لك ايه، صح او خطا؟ على الرغم من عدم معرفه مصر الفرعونيه المفروض الا انها عرفت دفع الضرائب. سؤال ده مهم قوي بحاجة. هل مصر الفرعونيه عرفت دفع الضرائب ازاي؟ كلام متناقض. إذا كان ما كانش عندهم نقود يبقى يدفعوا ضرائب إزاي؟ هتقول إن هما كانوا بيدفعوا الضرائب دي على شكل محصول، يعني حاجات عينية مش حاجات إيه؟ مش حاجات نقدية. ده بالنسبة لملكية الأرض. طب يا ترى مصر الفرعونية معرفتش خالص الملكية الخاصة، الملكية الفردية؟ تعالوا نشوف كده مع بعض، عرفت ولا معرفتش؟ لقينا في عندها ملكية خاصة، والملكية الخاصة دي اللي هي الأرض اللي كان الفرعون بيمنحها للجنود المخلصين وكبار الموظفين، بتبقى ملكهم وكمان ايه بيورثوها واولادهم بيورثوها من بعدهم، يعني ملك ملك يعني. طب يا ترى كان فرعون بيمنح الاراضي دي لجنود المخلصين، هو الاخلاص الشخصي ان هو بيخلصوه شخصيا لشخصه هو، ولا المخلصين لاعمالهم المخلصين للدوله؟ ايوه كان بيمنح الفرعون الاراضي لجنود المخلصين وكبار الموظفين نتيجه مكافأة لجهودهم، نتيجة لإخلاصهم في عملهم. يبقى دايما نستفيد الحتة دي من الفرعون المصري القديم، اللي هو كان بيمنح الأراضي علشان إخلاص الدولة. معايا؟ في عندك بقى هنا إيه؟ أنا عايزاك تشوف مع بعض كده. الفلاح كان بيزرع الأرض بجد واجتهاد، عارف الحقوق اللي عليه والغيرات اللي عليه والحقوق اللي له. كانش محتاج ان يبقى الارض ملكه عشان يزرعها كويس او يزرعها حلو. في ملكيه تانيه، في ملكيه الاوقاف. يبقى انا عندي دلوقتي ملكيه خاصه اللي هي خاصه بالفرعون كان بيمنحها للموظفين الكبار والجنود المخلصين، والملكيه التانيه ملكيه الاوقاف. الملكيه الاوقاف دي زي عندنا وزاره الاوقاف، فكان عندهم حق برضه، يعني ده برضه ينفع يبقى سؤال ان مصر الفرعونيه عرفت ايه؟ عرفت وزاره الاوقاف، بس بمعنى كلمه ملكيه الاوقاف. في عندها هنا بيصرفوها على المعابد وعلى المقابر، على المعابد والمقابر. طيب معنى كده ما اقول بتصرف على المعابد والمقابر، يبقى انا عندي هنا حته مهمه قوي. الفرعون المصري او المصريين القدماء خلوا بالهم قوي من الناحيه الدينيه عند المصريين. الدليل على اهتمام الدوله بالناحيه الدينيه عند المصريين ان هم يخصصوا املاك معينه تصرف على الناحيه الدينيه. الناحيه الدينيه عندهم اللي هي اهم حاجه عند المعابد والمقابر، لانهم كانوا يؤمنوا بالحياه بعد الموت، فكانوا بيهتموا ببناء المعابد وبناء المقابر، فكانوا بيخصصوا لها ممتلكات خاصه اللي هي ملكيه الايه؟ الاوقاف. سؤال بيقول لك هنا، صح او خطا؟ عرفت مصر ملكيه الاراضي الزراعيه الخاصه؟ طبعا هنقول العباره صحيحه، والدليل على كده حاجتين.
ملكية الملكية الخاصة اللي كانت بتوزع على الجمهور وعلى حضور الموظفين. اثنين، ملكية الأوقاف التي كما تنفق على المعابد والمقابر. طب يا ترى الدولة كانت بتعمل حاجة عشان تنمي الزراعة وتزود الزراعة؟ قال الدولة كانت ممتازة جدا جدا. تعال نشوف كده الدولة كانت بتعمل ايه علشان تزود من التنمية الزراعية. نركز مع بعض يا شباب. دلوقتي احنا بنبص مع بعض كده، ساهمت الحكومة المركزية في تحقيق نهضة زراعية للبلاد خاصة في عصر، يا ترى أكثر عصر اهتم ملوكه بناحية الزراعة؟ الملوك اللي كانوا في الدولة الوسطى ولا الحديثة ولا القديمة ولا العصر المتأخر؟ طبعا واحنا بنقول كل شوية مغمضين بنلاقي ملوك الدولة الوسطى اللي هو أمنحات الأول لما نقل العاصمة إلى آسي التاوي، وكان بيقول يا جماعة عشان في هناك أرض خصبة عايز أزرعها أهو، يبقى هنا أهو تحقيق تنمية زراعية ونهضة زراعية أهو. وبعدين خدنا في ده أمنحات الثالث لما عمل سد اللاهون ونشرحه بالتفصيل دلوقتي عشان برضه يعمل تنمية إيه زراعية. يبقى أنا عندي أكتر دولة اهتمت بتحقيق النهضة الزراعية كانت في عصر الدولة الإيه؟ عصر الدولة الوسطى. لأن الدولة الحديثة كان كل مميزاتها التوسع الخارجي، يعني ناحية عسكرية حربية اللي هو المد الحربي. الدولة القديمة كان معظم اهتمامها كان بالبناء والعمارة والتشييد اللي هو عصر بناء الأهرام. طبعا عصر متأخر ما ينفعش إن أنا أحطه خالص في الإجابة لما أنا أفكر، يعني في التفكير، مجرد التفكير فيه ما ينفعش لأن هو اسمه متأخر، يبقى أكيد مفيش نهضة أي نهضة فيه غير العصر اللي هو بتاع الـ26. طب يا ترى الدولة عملت إيه علشان تهتم وتحقق تعمل تنمية زراعية ونهضة زراعية وخصوصا الدولة الوسطى؟ أول حاجة اهتمت بمشروعات الري، اهتمت بمشروعات الري إنها تنشئ سدود، تحفر ترع، تنشئ قنوات، وهنشوف سد اللاهون. لو اتكلمت على سد اللاهون، إيه حكاية سد اللاهون اللي بنتكلم عليه كل شوية؟ سد اللاهون ده بيتقارن بالسد العالي، يعني أنا ممكن أقول لك دلوقتي إن الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه أنشأ السد العالي، مظبوط، علشان يقفل مصر من خطر الفيضان وعلشان المية يحتفظ بيها ويتوسع زراعيا. لو جيت أشوف المشروع ده بتاع السد ده هنلاقيه من قبل الميلاد بكام ألف سنة اتعمل على إيد أبو النحاس الثالث. لما جه يبص كده بعينه الساقطة لقى إن عند الفيوم، عند مدخل الفيوم، كان في القرية اسمها قرية اللاهون، كانت المية بتاعت نهر النيل عن طريق بحر يوسف بتيجي بالمية وهم غرقوا المنطقة دي. المية تروح على الفاضي والأرض تبوظ وتبقى مستنقعة. يبقى هنا لا استفدنا من المية ولا استفدنا من الأرض. الراجل الذكي ده جه وراح عامل سد اسمه سد اللاهون علشان هو عمله عند قرية اللاهون. فسألناه بنقول له أنت ليه من حاجة ثالث عملت سد اللاهون؟ قال علشان انا كده هضرب اكتر من عصفور بحجر واحد، حجر واحد ده اللي انا هبني السد، والعصافير اللي انا هلمها وادميها من وراء السد اكتر من حاجتين او ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هحافظ على المياه بتاعت الفيضان ما تروحش على الفاضي، تبقى في السد. الحاجه الثانيه هحافظ على الارض لما تبقى مستنقعات استغلها في الزراعه بالمياه بتاعت السد. الحاجه الثالثه اللي هي بطريقه غير مباشره، ان انا لما هعمل السد ده وهزرع الارض، مين اللي هيزرعها؟ الناس. وعشان الناس تزرعها هتعمل تجمعات نشريه عشان هيحتاجوا ان هم يساعدوا بعض في اعمال الزراعه. يبقى انا هنا عملت ايه؟ غير ان انا استصلحت اكتر من 27000 فدان في اقليم الفيوم، لا ده في مدن جديده نشات حوالين البحيره اللي هي بحيره ايه؟ البحيره اللي قلناها بحيره قارون دي كان اسمها بحيره موريس. يبقى ده هدف النحات الثالث من انشاء سد اللاهون. طبعا احنا في الوقت لما نيجي نتكلم هنلاقي الدوله برضه في الوقت العصر اللي احنا فيه ما نسيتش برضه ان هي تعمل مشروعات عملاقه زي المشروعات دي. عارفين طبعا كلنا مشروع سلاح المليون والسدان. طبعا دوا مش هيجيب نتيجه غير لما كمان احنا نحط ايدنا في ايد الدوله وما عدناش نبني على الارض الزراعيه، لان احنا الدوله هتعمل حاجه من ناحيه واحنا بنهد من ناحيه ثانيه حاجه ثانيه بنعملها. يبقى لابد من تكاتف القوة مع بعض علشان نحقق نتيجة إيجابية. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على
النهضة الزراعية اللي الدولة الوسطى عملتها أو مصر الفرعونية عملتها عشان تحقق نهضة في الزراعة وخصوصا في الدول الوسطى زي ما بنقول، أول حاجة مشروعات الري اللي اتكلمنا عليها سد اللبن. تاني حاجة عملتها طبعا أكيد أكيد كنتيجة مباشرة زيادة مساحة الأرض الزراعية، إن أنا هنا زودت مساحة الأرض الزراعية لما استغليت كل إيه؟ كل أرض ينفع إن هي تتزرع. الحاجة التالتة إن هي أنشأت حاجة اسمها إدارات، إدارات خاصة بالزراعة، إدارات خاصة بالزراعة زي إيه؟ زي إدارة مسح الأراضي. عارفين مصلحة المساحة عاملة زي مصلحة المساحة، فهي كانت بتقيس مساحة الأراضي اللي تنفع في الزرع وتشوف نوعية المحاصيل اللي هتزرع إيه، وتحدد بقى بعد كده الضرايب على أساس المساحة اللي هتزرع، تعرف على طول تحدد الضرايب هتبقى قد إيه، زي بالظبط مصلحة الضرايب ومصلحة المساحة. عندي إدارة اسمها إدارة الري، طبعا من اسمها كده يبقى عاملة زي وزارة إيه؟ عاملة زي وزارة الري اللي هي الموارد المائية. وبعدين عندي إدارة تالتة اللي هي الإدارة المحلية اللي هي عاملة زي إيه؟ وزارة التنمية المحلية، يعني خاصة بالأقاليم اللي هي عندنا خاصة بمحافظات مصر الدولة كلها. في عندك إدارة اسمها إدارة الزراعة، ولو جيت تشوف هي أهميتها إيه، إنها بتستثمر الأرض بتاعت الدولة وتدخل في الأرض دي لما تستثمرها في زراعة وتستصلحها تدخل فيها محاصيل جديدة. دي عاملة بالظبط زي مثلا نقول عليها وزارة الاستثمار، وزارة الاستثمار بس هنا استثمار في مجال إيه؟ في مجال الزراعة. ده بالنسبة للإدارات اللي الدولة أنشئتها عشان تشرف على الزراعة. رابع حاجة وأهم حاجة أنا شايفاها من وجهة نظري إن هي أهم حاجة، اللي هي الإدارة السليمة الحازمة، الإدارة السليمة الحازمة. إيه أنا عندي دلوقتي، ها؟ أنا عندي دلوقتي إيه؟ أنا عندي بيقول وجود إدارة سليمة حازمة لمواجهة الأزمات ووضع استراتيجية لمواجهة الطوارئ. تعالي نفصصها كده كده حتة حتة. الدولة هتعمل مشروعات، الدولة هتستصلح أراضي، الدولة هتوفر المياه، الدولة هتعمل كل حاجة. بس في إدارة فاسدة أيا كانت ده موجودة في أي مؤسسة، هل اللي الدولة بتعمله هينجح مش هينجح؟ يبقى إذا لابد من وجود إدارة سليمة يعني مش سليمة وبس، وحازمة. إحنا بنزعل من حتة الحزم دي عشان إحنا مش واخدين على إيه؟ مش واخدين على الجد. الإدارة السليمة الحازمة، اللي يغلط يتعاقب، ده هيخلينا كلنا نشوف شغلنا زي الألف، محدش يزعل مني في الكلام ده، بس دي الحقيقة. يبقى أنا عندي دلوقتي لما يبقى عندي إدارة سليمة وحازمة تقدر إن هي تواجه الأزمات وتحط استراتيجيات عشان تواجه أي طارئ يحصل في البلد، مش نستنى لما الأزمة تحصل وبعدين ندور هنعملها إزاي. معايا؟ يبقى الإدارات السليمة الحازمة. لو جيت تشوف مثال لهذه الإدارة، إدارة سيدنا يوسف. فاكرين قصة سيدنا يوسف والملك اللي شاف الرؤية؟ طبعا هو جه وخرج البلد من سنوات الجفاف، وكان كل الشعوب اللي حوالينا في الدول اللي حوالينا وشبه الجزيره العربيه كانوا بيجوا ياخدوا من مصر ومن خزائن مصر الايه؟ الامدادات بتاعه الغذاء. ده علشان ايه؟ عشان كان في اداره حازمه واداره سليمه واجهت هذه الايه؟ هذه الازمه وهذا الطارئ اللي حل على مصر. يبقى لابد من وجود يعني. تعالى نكمل كده مع بعض. يبقى انا عندي اول حاجه مشروعات راي ونزود مساحة الأرض الزراعية، وعملنا إدارات تشرف على الزراعة، ولازم يبقى كل ده إدارة إيه؟ إدارة سليمة وحازمة. نشوف مع بعض كده آخر حاجة في الزراعة اللي هي تربية إيه؟ تربية الحيوان والصيد. في تربية الحيوان والصيد لو جيت أشوف عندي حاجتين رئيسيتين علشان يبقى في عندي ثروة حيوانية. بصوا كده احنا دلوقتي بنستورد كتير سكان، طبعا في زياده مستمره، فمهما نربي هيبقى مفيش ايه؟ مفيش فايض. انا عندي هنا مهما اعمل مشروعات اقتصاديه كبيره جدا وكتيره جدا، لو ما كانش بيقابلها ان في تنظيم لاسرتنا معايا، مش هنقدر ان احنا نوفي الايه؟ السكان باحتياجاتها. فانا كل حاجه بتتبلع. هنا بقى في مصر الفرعونية كانوا هما إيه؟ بصوا كده كان عندهم ثروة حيوانية كبيرة، لأن كان في حاجة اسمها مراعي طبيعية للدلتا، لأن كان في أمطار بتسقط بغزارة، وكانش في الصحراء الشرقية والغربية دي زي ما أنتوا خدتوا في الجغرافيا، كانت هضبة، هضبة شرقية وهضبة غربية، كان في أمطار بتسقط عليهم، كان في زراعة بتطلع كده، في نبات بيطلع، فكان عندي مراعي طبيعية في إقليم الدلتا وإقليم
اللي هو بتاع شمال العريش، اللي هو شمال سيناء. الإقليم ده كان فيه إيه؟ كان فيه مرأة طبيعية، فكان فيه ثروة حيوانية. طيب يعني معنى كده مرأة طبيعية أقدر أقولها بين قوسين يعني إيه؟ عمل طبيعي ولا عمل بشري؟ عمل طبيعي، يبقى فيه هنا توفر عوامل طبيعية اللي هي المراعي، في بيقابلها رعاة محترفين، يبقى ناحية إيه؟ بشرية. ما ينفعش واحد من الاثنين يتوفر والتاني ما ايه ما يبقاش موجود، ما هي ما يدينيش ثروه حيوانيه. لو قلت عندي مراعاه طبيعيه متوفره بس ماليش عندي رعاه محترفين، عندي رعاه بس مش محترفين، هيحققوا لي ايه؟ هيحققوا لي ثروه حيوانيه مش هتفطر، وفي نفس الوقت هتبقى هزيله وملهاش اي فايده. يبقى لابد من وفره الرعاه المحترفين، ده العامل البشري مع العامل الطبيعي اللي هي المراعي الايه؟ الطبيعية. ده كان موجود في مصر الفرعونية واحنا بنتعلم منهم. أشهر الحيوانات اللي كانوا بيربوها كانت على رأسهم البقرة، حيث كانت عندهم إلهة اسمها حتشحور، إلهة الأمومة، وبتمثل لهم الأمومة والرحمة. فكانوا بيعبدوها لأنها كانت هي اللي بتتولى حماية صغار الإيه القطعان زي الأرنب والماعز. وعندهم طيور بيربوها زي البط والوز والدجاج والحمام، وكانوا كمان بيهتموا بتربية النحل. يعني كان عندهم دلوقتي العسل، تربية النحل عشان لو جالنا سؤال عليها معايا يبقى انا عندي دلوقتي بداية تربية الايه الحيوانات. طب تعال نشوف بقى الصور كده. طبعا الصور اللي قدامكم دي اهي، ده فرعون اهو واحد من المصريين القدماء، ومعاه مجموعة من الايه تقريبا البجع، اهي مجموعة من الطيور بيربيها، وهنا بيصطاد مجموعة من اللي هو هنشوفها بقى في الصيد دلوقتي. ودي برضه اهو بيصطاد الطيور اهي اللي هي اللي هنشوفها دلوقتي في الشريحة اللي بعد كده. وده بط أو وز مربيينه. تعال نشوف مع بعض الصيد. أنا عندي 3 أنواع للصيد: صيد بري، وصيد الطيور، وصيد الأسماك. معنى إن في عندي تقسيم أهي، أقدر أقول على طول إن في هنا تقسيم طبقي، تقسيم طبقي زي فاكرين الأستراكة أو نبات البردي لما قلنا فيها تقسيم طبقي. عندي برضه في الصيد بيبين لي التقسيم الطبقي إزاي. عندك هنا صيد بري اللي كان بيمارسه علية القوم، الناس الصفوة، الناس اللي هي الايه الامراء، لانها ما كانتش وسيلة كسب عيش، هي مجرد بس ان هم كانوا بيروحوا رحلة صيد وكلام من ده، يعني حاجة للتنزه. فدي اللي كان بيمارسها الناس اللي هي الايه العالية اللي هي الطبقة العليا. يعني صيد الطيور ده اللي هو ما بيحتاجش مجهود كبير، فكان اي حد يعرف يصطاد طيور بيصطاد. هنا بقى في صيد الاسماك اهو التقسيم الطبقي ده، هنا علة القوم، هنا بقى الناس الغلابة اللي زينا كده. كان الصيد سواء كان بالشباك أو بالصنارة كان مصدر غذاء رئيسي لكتير من المصريين، وخصوصا الطبقات الفقيرة. واللي شجعهم على كده إن في عندنا النيل والترع والبحيرات، عندنا مصادر مياه كتير نقدر إن إحنا نصطاد منها. يبقى هنا أظهر الصيد التقسيم الإيه؟ التقسيم الطبقي. سؤالين كده على الماشي. أثر الصيد عند المصريين التقسيم الطبقي طبعا صح، هنتكلم على علية القوم اللي هو صيد البري، ونتكلم على صيد الأسماك الطبقة الفقيرة. عارف حقوق الدولة الوسطى استراتيجيات إدارة موارد المياه العذبة، طبعا نقول صح. والدليل على كده مين؟ الدليل على كده ابن المحات الثالث لما أنشأ سد اللاهون علشان يحمي المياه من خطر الإيه؟ إن هي كانت بتفيض على الأرض، فكان هيحمي المياه ويحمي الأرض ويستغلها في زراعة. اشتهر المصريون عبر التاريخ بحبهم لراعي الحيوانات والرفق بها، فهو صح. وهنتكلم على المراعي الطبيعيه اللي كانت موجوده في الدلتا والرعاه المحترفين، ونتكلم على اهم الحيوانات اللي كان المصري بيربيها. يبقى كده احنا خلصنا الزراعه، خلصنا الزراعه اهم المحاصيل وادوات الزراعه، وخدنا مع بعض الدوله نمت الزراعه ازاي. ندخل في الصناعه، احنا هنأجل التجاره للحصه الجايه ان شاء الله مع التواصل الاقتصادي اللي بين مصر وبين افريقيا، وناخد الفرن اللي هو على الدرس كله سواء زراعه او صناعه وتجاره. النهارده ان شاء الله نخلص مع بعض الصناعه ولحقنا نحل اسئله الفرن مع الزراعه والصناعه. ناخدها بسرعه كده. الصناعه عندي اهم حاجه في الصناعه نتكلم على الصانع المصري. الصانع المصري مش هيتكلم على مواد خام ووفر المواد الخام، مصر مليانه بالمواد الخام سواء مواد خام معدنيه او حجريه او صين او بص كل حاجه موجوده. بس لو هي الحاجات موجودة ما فيش صانع يتميز بالمهارة، بالمهارة مش أي صانع، لازم يتميز بالمهارة، يبقى على طول في تقدم صناعي. تعال نشوف كده أسباب إتقان مصر للصنعة بتاعته. المصري القديم كان بيتميز بإنه كان بيتقن الصناعة بتاعته جدا جدا، زي بمياط كده
ده كان مشهور طبعا بالصناعات المختلفة حاطط الدمية. عندك بقى باب التقام الصناعي اللي هو أول حاجة كان بيورثها من أبوه، ولما هو بيورثها ويتعلمها بيورثها لأولاده، يعني من جيل لجيل. طبعا كل ما الإنسان كان بيورث الصنعة بتاعته من أبوه ويورثها لأولاده، يبقى هنا قدر يعرف مع الوقت أسرار إيه؟ أسرار المواد الخام. أنت لما تكون بتشتغل في حاجة من زمان قوي، من سنين، كل ما تشتغل في الحاجة دي ويمر عليك سنين أكتر، كل ما يبقى عندك خبرة أكتر وتعرف سر المادة الخام اللي أنت بتصنعها دي، بتعمل منها حاجات ما كنتش بتعملها قبل كده. حاجة كمان، المصري القديم كان بيزاول المهنة بتاعته، لأنه كان الصنعة اللي بيعملها كان بيزاولها عن حب، بياخد صنعة هو بيحبها مش بيتفرض عليه صنعة. ودي طبعا بنتعلمها احنا كآباء، إن احنا ما نجبرش أولادنا على إن هم يدرسوا حاجة معينة، سواء كان في التعليم أو إن هم لو هم حابين في شغلة معينة ما نخصمش عليهم إن هم يشتغلوا حاجة هم مش حابينها عشان ينجحوا فيها، حتى لو كانت بالنسبة لنا احنا كأولياء أمور حاجة بسيطة أو حاجة ملهاش ما بنسميها ملهاش قيمة. لا، هي هو حبيبها يبقى هو هينجح فيها ويبقى متفوق فيها. أهم بقى الصناعات، من عدنانية لخشبية، زجاج، غاز النسيج، صناعة ورق، فخار، صناعة أحجار اللي هي الصناعات الحجرية، وصناعة البنية. تعال شوف كده كل واحدة من دول بتتميز بإيه، كل واحدة لها حاجة خاصة بيها. الصناعات الحجرية أقدم صناعة، يعني كده حط كده بس كده، يعني تضغط على إيه حتة أقدم، ان هي افضل الصناعات، عشان لو جالك سؤال فانت عارف. طب صنعوها منها ايه؟ تماثيل، اواني، توابيت. وركزوا كده في حته صناعات اللي بتتكرر، ان في صناعه معينه بتتكرر في كل ماده، في كل ايه؟ في كل ماده خام، سواء كان حجاره او فخار او معادن الى اخره. عندك الصناعات الفخاريه اللي هي بالطين. طبعا هنا في سؤال، نهر النيل من على مصر مش بس على الزراعه، لا، ومن عليها في الصناعه، حيث ان الطين المصري استغله فعمل التماثيل والأواني والطوب اللي هو استخدمه في البناء. نشوف مع بعض الصناعات الزجاجية. كلمة أوائل، المصريين من أوائل الشعوب اللي عرفت صناعة الزجاج، والزجاج كمان الملون مش أي زجاج. وأديكم معلومة يا أولاد، إن كمان بدأ صناعة الزجاج على حق كان أسرة 18، يعني الدولة الحديثة، فكان من أوائل الشعوب اللي عرفت صناعة الزجاج هم المصريين القدماء. وعندنا طبعا الصحراء مليانه بالرمله البيضاء، ده ادى للمصريين اهميه فين؟ في الصناعات الزجاجيه. يبقى انا عندي هنا الصحراء لعبت دورين، دور امني ودور فين؟ في الصناعه، عشان برضه لما جينا سؤال داخلين بقى ما بين السطور. الصناعات المعدنيه طبعا عندك اهم معدن، معدن الذهب، وعملوا منه باقنعه زي ما انتم شايفين كده، وعملوا منه توابيت، وعملوا منه تيجان. وانتم ملاحظين ان كلمه توابيت بتتكرر كل شويه في الصناعات المختلفه. صناعات خشبية، بس نراقب الحتة دي، عايزاك تركز. مصر ما كانش فيها أشجار غير أشجار نادرة جدا، مثلا زي أشجار الدو وأشجار الجنيد وأشجار الصمت. دي أشجار ما ينفعش نعمل منها أساس، ما ينفعش نعمل منها صناعات حديثة، ماشي، زي مثلا الأساس أو التوابيت ولا السفن. كان ممكن نعمل حاجات بسيطة، فكان لابد إن إحنا نوفر إلى نوفر الحاجة اللي لازمانا من بره. يبقى هنا تغلب المصري القديم، كسؤال برضه، تغلب المصري القديم عن العجز اللي موجود عنده المواد الخام الخشبيه، تغلب عليها وقدر ان هو يجيب العجز بتاعه يوفره بالاستيراد من الخارج، من خشب الارز الافريقيه والابانوس من بلاد النوبه معايا، وبرضه جابوا من بلاد بونت اللي هي بلاد الصمار. نشوف مع بعض الصناعات، واما انا بدل بقى بصناعات من صناعه واحده انا جايبها هما. ده انا بس برضه هو بيسموها، ودي عيدان البرد بياخدوها بينضفوها ويقطعوها، يعملوا منها ورق البرد اللي احنا عارفينه. ما جبتلكوش صوره عشان انتوا عارفين شكل ورق البردي، ودي المراكب اللي هي الزوارق اللي معموله من البردي، ودي الحصر، ودي حبال، ودي سلال، كل ده معمول من نبات واحد. يبقى كان في تعدد في الصناعات القائمه على نبات البردي. المصري استغل نبات البردي في صناعات متعدده على تميز بالذكاء. صناعه غزل ونسيج، صناعة الغزل والنسيج زي نسج الكتان والحرير والصوف، يا إما بالأنوال يا إما بالمغزل. يبقى أنا عندي دلوقتي المواد الخام بتاعة النسج زي الكتان والحرير والملابس الصوفية اللي هو الصوف الطبيعي بتاع الأغنام. الجلود، الجلود دي عرفوا ده بالجلود، تجفيف الجلود. عندي الأحذية والمقاعد وأغطية الوسائد. طبعا عارفين دلوقتي إن مشروع كبير جدا الدولة عاملاه على الجلود،
طبعا انتوا عارفين، افتحوا كده على جوجل وافتحوا على مشروع جرود اللي مصر عاملاه اللي هتنافس بيه دول العالم الصادرات ان شاء الله. نشوف مع بعض اهم مظاهر اهتمام الدوله بتنميه الصناعه. يا ترى الدوله اهتمت بالصناعه تنميها زي ما اهتمت بالزراعه؟ ايوه، ان هي وفرت الرعايه والتوجيه للصناع المصريين، يعني عارفين الرعايه الصحيه والطبيه اللي هي زي التامينات دلوقتي والمعاشات، وعندك التوجيه لصناع المصريين هي بتعمل لهم مثلا زي إدارة علشان تعرفهم الجديد وتعمل لهم كورسات وتعمل لهم الندوات وهكذا. منعت العمل الإجباري، عشان قلنا لما حد بيشتغل بإجبار مش هينجح في الشغل بتاعته، فمنعت العمل الإجباري وصرفت أجور للعمال. يبقى إذا الرحلة كمان كان حاله أحسن من حال العمال، أسفل العمال كان حالهم أحسن من حال الفلاحين، حيث كان بياخدهم طبعا عشان ما فيش نقود، خلي بالكم من الحته دي، عشان ما فيش نقود كانوا بياخدوا اجورهم على شكل مخصصات عينيه، يعني اكل ولبس وحاجات من اللي هو بيحتاجوها. ارسلت بعثات تعدين الى الصحراء ووفرت الدوله لهم الامن والحمايه. طبعا الدوله لو اهتمت بالعمال المهره في الصناعات الدقيقه، يعني كان في تخصصات اهو، في عندهم تخصص دقيق اهو في الصناعات، عرفوا التخصص الدقيق مصر الفرعونيه. طبعا كل ما الانسان كان متخصص سواء كان في الطب او في الصناعه او في الزراعه الى اخره، يبقى ده تقدم وبيدي نتائج احسن. طب انا دلوقتي لو الدوله عملت ارسلت بعثات ووفرت لهم الامن واهتمت بالعمال ومنعت العمل الاجباري ووفرت الرعايه، بس مفيش صانع ماهر، مفيش صانع بيتقن عمله، كل ده له نتيجه ولا اي حاجه؟ يبقى لابد من وجود الصانع اللي عنده اتقان في العمل، الصانع الماهر اللي فعلا يستحق هذه الاشياء اللي بتقدمها له الدوله. نحل كده سؤال مع بعض، وشفنا كده هنسيب النموذج للمره الجايه ان شاء الله نحله مع بعض في البدايه. لعبه الصحاري دور امني وصناعي، انا قلت لكم من شويه، قلت لكم امني اللي هي الدروع بتاعت مصر، الدروع اللي هي حمت مصر من هجمات الشعوب سواء كان من الشرق او من الغرب او من الجنوب اللي هي الجنادل. معايا؟ احنا بنتكلم بقى على الصحاري، دروع امنيه وفي نفس الوقت الايه الرمله البيضاء اللي عملوا منها الزجاج. لم يستغل نهر النيل في الزراعه فقط بل في الصناعه ايضا، ايوه، لان هم استغلوه في الغيرين بتاع الوطني في صناعات اللي هي زي الفخار او في صناعه الاواني الى اخره. ما العلاقه بين الصناعات الزجاجيه والصحاري؟ هي نفس الشيء، الرمله البيضاء صنعوا منها الزجاج وكانوا من اوائل الشغل. كان اول من صنعوه هم المصريون، خلوا بالكم كده، أول حاجة المصريين هم أول ناس صنعوا، وكانت مادة لحفظ التراث ومصدر للدخل القومي، عشان كان هو بيحتل المكانة الأولى في الصادرات، كانت المصدر الوحيد ليه هي مصر. طبعًا من غير ما أكمل عرفت هو مين، طبعًا هو مين؟ الصناعي القائم على نبات البرد. كده يبقى إحنا خلصنا إيه؟ خلصنا زراعة وصناعة. إن شاء الله يا شباب المرة الجاية بإذن الرحمن هناخد في البداية خالص الفورم بتاع الزراعة والصناعة، وناخد كمان الفورم اللي هو بتاع الدروس بتاع الزراعة والصناعة والتجارة. أستودعكم في حفظ الله وفي أمنه، وأتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق، ويا رب لو في أي سؤال أو في أي حاجة مش مفهومة أو مش واضحة، أتمنى إن أنتم تتواصلوا معايا، عشان لو في عندكم حاجة عايزين تقترحوها إن أنا أعملها وأنفذها معاكم، أنا هكون سعيدة جدا جدا باقتراحاتكم دي. وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله، أتمنى لكم الخير والتوفيق، وشكرا.